السلام عليكم. النهاردة هنتكلم أو هنرد على سؤال مهم جدا، اللي هو السؤال: هل سيختفي فيروس كورونا مع دخول فصل الصيف ولا لا؟ قبل ما نتكلم أو نجاوب على السؤال ده، لازم نعرف حاجة مهمة خالص، حاجة بيسموها الطبيعة الموسمية لبعض الأمراض التنفسية المرتبطة بالفيروسات. بمعنى ان الفيروسات او الامراض التنفسيه المرتبطه بالفيروسات دي، ان الفيروسات بتتبع نمط معين في الانتشار، او بيبقى لها نمط معين في الانتشار خلال المواسم. بمعنى او مثال بسيط، اللي هو فيروس الانفلونزا، بنجد ان فيروس الانفلونزا بيكون له معدل انتشار عالي خالص في فصل الشتاء، بينما بيبدا ينحصر مع دخول فصل الصيف. يبقى هناك نمط معين بتتبعه الفيروسات بيسموه النمط الموسمي. في فيروسات بتنتشر في فصل الشتاء، وفي فيروسات بتنتشر في فصل الصيف، وفي فيروسات لا تتبع أي نمط موسمي في عملية الانتشار. دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية اللي ناخد بالنا منها، إن فيروس أو كورونا أو عيلة كورونا دي مش عيلة مستجدة، لا. في أربع فيروسات من العيلة دي كانوا متوطنين، وكانوا بيصيبوا الإنسان بشكل دائم أو بشكل موسمي في فصل الشتاء، وكانوا بيسببوا أعراض خفيفة خالص، ما تزيدش عن نزلة برد عادية خالص، لحد ما جاء أول متمرد منهم اللي هو فيروس سارس كورونا 1، اللي هو ظهر في الصين، اللي هو ظهر في 2002 2003، ثم بعد كده جاء ميرس اللي هو جاء في 2012. طب الطبيعة الموسمية لبعض الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الجهاز التنفسي دي بتبقى مرتبطة بإيه؟ العوامل اللي بتأثر عليها؟ معانا أربع عوامل بيأثروا على الموضوع ده. أول حاجة التركيب الكيميائي للفيروس، تاني حاجة الظروف البيئية المحيطة بالفيروس من الرطوبة ودرجة الحرارة، ودي اللي بتأثر في معدل انتشاره، وبتؤثر في أعداد المصابين أو الأعداد اللي بيقدر يصيبها الفيروس. ثالث حاجة سلوكنا إحنا البشر، بعد كده رابع حاجة المناعة الطبيعية أو المكتسبة. هنمسك واحد واحد منهم نتكلم عنه. أول حاجة التركيب الكيميائي للفيروس. أي فيروس بشكل بيتركب بشكل بسيط خالص من مادة وراثية بيحيط بها غلاف بروتيني. المادة الوراثية في حالة فيروس سارس كورونا 2 بتبقى عبارة عن الـ RNA بيحيط بها غلاف من البروتين. في حاجة ثالثة، يا إما تبقى موجودة يا إما تبقى مش موجودة، حاجة بيسموها غلاف مكون من الليبيدز، بيسموه الانفلوب. الفيروسات يا اما تبقى انفولوبد يعني تحتوي على الغلاف ده، يا اما تبقى نيكد يعني لا تحتوي على هذا الغلاف. فيروس سارس كورونا 2 بيحتوي على الغلاف الدهني ده، فبيبقى انفولوب، والغلاف ده بيتأثر بالعوامل الخارجية. عشان كده دايما بيقولوا لنا اغسلوا الايد بالماء والصابون والكحول والمطهرات، دي كلها بتأثر على الغلاف البروتيني بتاع الفيروس، فبالتالي بتأثر على تركيبه وقدرته على إحداث عملية العدوى. الغلاف البروتيني طبعا، الغلاف الدهني ده بيحتوي على حاجة بيسموها الجلايكوبروتين سبايكس. الجلايكوبروتين سبايكس اللي هي اللي بتلتصق بالخلية، هي مفتاح دخول الفيروس للخلية، فبالتالي لو دمرنا أو عملنا إحداث أو تغير في الانفلوب ده أو الغلاف الدهني، هنقدر نقلل من انتشار الفيروس وإحداثه لعملية العدوى. طبعا من المميزات أو من حياة اللي في صالحنا، إن فيروس سارس كورونا 2 بيحتوي على الانفلوب ده. طبعا الانفولوب ده بيتاثر بالعوامل الخارجيه، بيتاثر بدرجه الحراره، بيتاثر بالرطوبه، بيتاثر بالعوامل الخارجيه، تمام. طب النقطه الثانيه، عشان كده لما ترتفع درجه الحراره في فصل الصيف ان شاء الله، هيبدا تؤثر درجة الحرارة على الغلاف ده، على الغلاف الدهني ده، وكمان بتزيد كمية اليوفي الموجودة في الجو، فبالتالي دي النقطة بتبقى ايه؟ اليوفي في فصل الصيف. طبعا حتى اليوفي بنستخدمه في عملية التعقيم، فهذه هتبقى نقطة في صالحنا اللي هو دخول فصل الصيف، ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع كمية اليوفي الموجودة أو الالترا فايلوت الموجودة في الجو في فصل الصيف. ده العامل الأول اللي هو تركيب الفيروس. العامل الثاني اللي هو الظروف البيئية والظروف الظروف البيئية المحيطة بالفيروس، سواء درجة الحرارة أو الرطوبة، وسلوكنا إحنا البشر. طبعا في فصل الشتاء بتميل الناس إلى التجمعات في أعداد كبيرة في أماكن مغلقة عشان تحتمي من البرودة اللي في الخارج، وده بيزود من معدل انتشار الفيروس. طب لو هنقارن بفصل الصيف وفصل الشتاء ببساطة، هنقارن بينهم في مدى تأثيرهم على عملية انتشار الفيروس. هنلاقي إن في فصل الشتاء بتكون درجة الحرارة
منخفضة، فبالتالي بتكون كمية بخار الماء موجودة في الجو أقل، فبالتالي بتكون الرطوبة أقل. في حالة الصيف لا، بتكون درجة الحرارة أعلى، فبتكون الرطوبة أعلى، بيكون في كمية بخار ماء أعلى في الجو. طب ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على الفيروس نفسه والرذاذ الحامل للفيروس ومدى انتشاره. فهو في فصل الشتاء هيبقى الجو جاف، فبالتالي ممكن يتحرك لمسافات أعلى، لكن في فصل الصيف لا، عشان الجو فيه كمية بخار مية أعلى، ممكن تتجمع كمية البخار المية دي مع جزيئات أو الرذاذ اللي بيحمل الفيروس وتسقط على الأرض، فهو معدل انتشاره بيكون أقل في معدل انتشاره المسافات أكبر، بيكون أقل في فصل الصيف. دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لفصل الشتاء وفصل الصيف بتبقى مرتبطة بعملية انتشار عملية أو نقطة الرابعة اللي احنا نتكلم عنها، اللي هي المناعة الطبيعية والمناعة المكتسبة. طبعا احنا لا نمتلك مناعة طبيعية ضد الفيروس لأنه هو فيروس مستجد وأول مرة يصيب البشر، لكن برضه في حتة فصل الصيف والشتاء بنلاقي إن الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي بتحتوي على أو بتبقى معرضة لجميع الميكروبات والجراثيم اللي داخلة مع الهواء في عملية التنفس. طبعا هي مش متسابة على كده، هي محمية بطبقة بيسموها طبقة الميوكس أو طبقة المخاط. طبقة الميوكس المخاط بتبقى خط الدفاع الأول، بتمسك الميكروبات والجراثيم اللي وتمنعها من الدخول لخلايا الجهاز التنفسي. طبعا في حالة فصل الشتاء بتكون طبقة المخاط دي نظرا للرطوبة أقل، فبتبدأ تجف، عشان كده بيقولوا لنا نشرب مية كتير ونشرب سوائل كتير. أما في حالة فصل الصيف لا، بتكون موجودة وبتكون أفضل من فصل الشتاء. دي برضه بتبقى نقطة في صالحنا في فصل الصيف. في النهاية أو في المجمل ما نقدرش نحكم على إن معدل الانتشار هيزيد أو هيقل في فصل الصيف، لأن إحنا ما نعرفش معلومات كتير عن الفيروس ومدى تحمله ودرجة الحرارة. أحد أقاربه اللي هو ميرس بيتحمل أو ظهر في شبه الجزيرة العربية وبيتحمل درجات عالية خالص، لكن نأمل إن شاء الله يعني وفقا لكل المعلومات دي إن شاء الله إن معدل انتشاره أو الحد من انتشاره يقل إن شاء الله في فصل الصيف.